أخرج الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه السنن من حديث أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تبارك وتعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي بإسناد حسن، والحديث حديث قدسي يتكلم فيه المولى جل وعلا مع خلقه مع بني آدم، فيناديهم الله تبارك وتعالى وهو العلي الكبير، يناديهم من فوق سبع سماوات بجمل ثلاثة. الجملة الأولى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني، يعني متى ما دعوتني، ورجوتني، يعني جعلت رجاك في الله عز وجل، إنك ما دعوتني كل ما تدعوني، ورجوتني كل ما ترجوني غفرت لك على ما كان منك، يعني مهما كان الذنب بتاعك انت عظيم، لكن استغفرت الله ورجوت الله سبحانه وتعالى، ربنا قال لك غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. جاء في تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى بالإسناد الصحيح أن رجلا جاء للنبي عليه الصلاة والسلام، قال الراوي: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل قد سقط حاجباه، يعني الزول بلغ من الكبر في السن لحد ما حواجبينه سقطا في عيونه، كبير جدا. قال: قد سقط حاجباه، فقال، قال: يدعم على عصا. الزول لما يكبر بيمشي بعصايا، معناه خلاص كبير تبدا. يدعم على عصا، قال: يا رسول الله، إن لي غدرات وفجرات. غدرات من الغدر، يعني عندي أشياء غدرت فيها، ولي فجرات من الفجور، أي أشياء أنا فجرت فيها على الله أو فجرت على عباد الله. لي غدرات وفجرات، هل يغفر لي؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال له: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: وأنك رسول الله. مش بشهد الشهادة بس، مش التوحيد براو، التوحيد واتباع النبي كمان عليه الصلاة والسلام. قال له: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام: اذهب فقد غفر لك. فأنزل الله تبارك وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. أسرفوا يعني عملوا أشياء كثيرة كثيرة، ذنوب، معاصي، في حق الله كثير، في حق العباد كثير، في حق نفسك كثير، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدواوين ثلاثة، يعني ما يدون على العبد من العمل بعدين يوم القيامة اللي بيلقاه. الدواوين ثلاثة: ديوان لا يغفره الله، ده بيتعلق بالشرك، أي ذول وقع في ذنب يتعلق بحق الله اللي هو التوحيد،
أي شيء يتعلق بالشرك ده الله ما بيغفره، قال ديوان لا يغفره الله، الشرك بالله سبحانه وتعالى. قال وديوان يغفره الله سبحانه وتعالى، ده ما يقع في حق الله تعالى من الذنوب، ذول يرتكب ذنب في حق الله عز وجل من الكذب من الأشياء الحرام، كويس؟ ده الله بيغفره. قال وديوان يقاضى فيه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ده حق العباد، شلت حق زول بيجي يوم القيامة بقول لك داير حقي، لو اتكلمت في عرضه بيجي بقول لك أنا داير حقي، يؤخذ من حسناتك يدوه، ما عندك حسنات كملت يشيلوا من سيئاته يطرحوها عليك وتطرح في النار. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال قل يا عبادي الذين أسرفوا، أسرفوا يعني عملوا ذنوب كثيرة جدا، الذين أسرفوا على أنفسهم لا تغنطوا. القنوط اليأس، ما تيأس أنت، لأنه اليأس إذا بدخلك في جريمة كبيرة جدا ما تيأس، لا تغنطوا من رحمة الله، ما دام أنت حي ما مت لسه، الفرصة قدامك، تعال جاي غلط، الفرصة قدامك تعدل نفسك، الفرصة قدامك لسه إنك تتوب من كل ذنب. شكدا قال الله تبارك وتعالى لا تغنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. لما أسلم عمرو بن العاص صحابي جليل رضي الله عنه وأرضاه، النبي صلى الله عليه وسلم أثنى عليه قال أسلم الناس وآمن عمرو بن العاص، آمن وغر الإيمان في قلبه رضي الله عنه وأرضاه لما أسلم، وكان عنده في الجاهلية أشياء كثيرة جدا لأنه كان من الأذكياء، كان ذكي جدا، وكان في الجاهلية يستطيع المكر ويستطيع أن يحيك المؤامرات، كان ذكي جدا في الجاهلية وحتى في الإسلام، لكن بعد الإسلام طبعا الإسلام بيهذب الإنسان وبربيه وبيضبطه. لما أسلم جاء النبي صلى الله عليه وسلم بسط يده عشان يبايع، فلما النبي صلى الله عليه وسلم مد يده عمرو بن العاص رجع يده، سبحان الله داير يبايع يرجع يده، قال يا رسول الله أريد أن أبايع ولكني أشترط. قال له أنا عندي شرط، شرط زول داير يخش الإسلام عنده شرط، قال ولكني أشترط. قال وما تشترط يا عمرو؟ قال أن يغفر الله لي ذنوبي. أنا قال لي عندي ذنوب قديمة داير الله يغفر لي. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال أما علمت يا عمرو أن الإسلام يجب ما قبله وأن التوبة تجب ما قبلها وأن الحج يجب ما قبله؟ سبحان الله. عشان كده يا اخوانا ربنا سبحانه وتعالى في هذا الحديث القدسي فتح لنا باب الانسان يراجع نفسه ويضرب حساباته، الدنيا دي ما بتعيش فيها كثير. قال عليه الصلاة والسلام أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، ده العمر المتوسط بتاع أمة محمد عليه الصلاة والسلام، 60 إلى 70. قال وقليل من يتجاوز ذلك، قليل اللي بيتجاوز 70 يمشي لفوق. عشان كده انت ارجع لله، قال لك يا ابن ادم انك ما دعوتني، متى ما دعيت الله ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا ابالي. يعني الانسان يا اخواننا مهما بلغ من الذنوب ومن المعاصي رجع لله، الله بيقبله. جاء في سورة المائدة ربنا سبحانه وتعالى ذكر صنفين من الكفار، الصنف الأول اليهود والصنف الثاني النصارى. ربنا قال لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. في ناس قالوا الله المسيح، ده كفر شنيع، كفر قبيح، كويس؟ ربنا طوالي وراهم وقال المسيح يا بني إسرائيل، المسيح عليه السلام ما خلاهم على عقيدتهم ودينهم الباطل ده،
كلمهم ونصحهم يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ربنا جاب الصنف البعدين لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد. شوف الآية البعدية ربنا قال وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون. شوف ربنا بيدعو منه للتوبة، ادعو ديل ناس كفروا بالله وقالوا الله تالي الثلاثة وقالوا المسيح ده والضلة، بعد ربنا يقول لهم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون والله غفور رحيم. ربنا سبحانه وتعالى يغفر الذنب للعبد مهما بلغ، عشان كده قال لك في الحديث القدسي قال لو بلغت ذنوبك عنان السماء. عنان السماء يعني السحاب. لك أن تتخيل إنسان عنده ذنوب من الواطة لحد عنان السحاب فوق، كلها ذنوب، معاصي، فجور، غش، كذب، خيانة، أكل أموال الناس، قتل الأنفس المعصومة، سفك للدماء، انتهاك للأعراض، ذنوب كلها مرصوصة لحد وين؟ لحد عنان السماء، للسحاب فوق. ربنا قال ثم استغفرتني غفرت لك. يعني متى ما استغفرت ربك ربنا بيغفر لك، ومش بيغفر بس، ربنا بيغفر وبيبدلك سيئاتك حسنات. ربنا سبحانه وتعالى قال والذين لا يدعون مع الله إلها آخر. دي الآيات في آخر سورة الفرقان بتتكلم عن صفات المؤمنين، قال لك من صفاتهم لا يدعون مع الله إلها آخر أو ثاني، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، وثالث ولا يزنون. دي ما بيعملوها. طيب ومن يفعل ذلك اللي بيعمله يلقى أثاما، آثام كثيرة اللي هي شنو؟ ربنا قال يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، يعني يخلد جوا جهنم مع الإهانة، ويخلد فيه مهانا. لكن بعد ذلك ربنا استثنى قال إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك مالهم يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. النبي عليه الصلاة والسلام قال يضحك ربنا، ربنا يضحك من حال عبد يوم القيامة ديته، قال تعرض عليه صغار ذنوبه يوم القيامة. جيبوا له الذنوب الصغار صغار، يوم عاين الليل في واحدة في الشارع، يوم كده غشة غشة صغيرة كده في السوق لف دوران، أشياء دي تعرض عليه صغار ذنوبه. يقول له شوف ده انت عملت كده وعملت كده وعملت كده، يعرضوا له كله. قال فيقال بدلوا سيئاته حسنات، يقلبوا له حسنات كلها. الوقت ده قبل ما يجيبوا لما عرضوا على الذنوب الصغار، عارف انه عنده ذنوب كبيرة، هو عارفها. قال وهو مشفق من كبار ذنوبه، لما بيعرض الصغار هو خايف يجيبوا الكبار لأنه عنده بلاوي تانية ثقيلة في ذنوب كبيرة خايف منها. أول ما بدلوا الصغار حسنات قال يا ربي إن لي ذنوبا لا أراها. الصغار لما بدلوا لي حسنات يتكيف، ما دي صغيرة، لما يتبدلت حسنات بتبقى حسناتها قدرة. طيب كيف لو بدلوا للكبيرة ديك حسنات؟ قال إن لي ذنوبا لا أراها، فيضحك الله تبارك وتعالى لمثل هذا. الحديث ده يا اخواننا فيه فضل عظيم جدا. الزول لما يتامل يعلم رحمه الله. عشان كده ربنا قال ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم وكان الله شاكرا عليما. ربنا سبحانه وتعالى لا يستفيد من عذاب العباد. ولو فجر العباد وكفروا ما نقصوا الله شيء سبحانه وتعالى، لكن ربنا داير العباد يرجعوا له. عشان كده قال في سورة الزمر
وأنيبوا إلى ربكم. أنيبوا معناه شو؟ أرجعوا. يعني ذول لما يذنب يرجع، مش يتمادى، مش يركب راسه، مش يمشي لقدام. النوع اللي بيقول لك يقول لك جنة مضمونة، نار مضمونة، ولا جنة مجهجهة. فجور غريب. ليه يا أخ؟ أنت النار بتقدر عليها؟ سبحان الله. النبي عليه الصلاة والسلام قال يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار. أكثر زول مرتاح في الدنيا دي، وكان مجرم من أهل النار، يؤتى به زول منعم، ما شاف العذاب ولا شاف الشقة ولا شاف الفلس ولا جاع يوم، مرتاح. يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار. قال فيغمس في النار غمسة، ولا كثير، غمسة واحدة يدخلوه كده ويطلعوه. قال فيقال له هل رأيت نعيما قط؟ أنت قبل كده كنت مرتاح يوم من الأيام؟ يقول والله ما رأيت نعيما قط. النار بتقدر على أنت؟ في ناس غريبين جدا يقول لك نار مضمونة ولا جنة مجهجهة. كيف يا أخي؟ هم نلقى لك الجنة مجهجهة يا أخي؟ ما مجهجهة يا أخي، ربنا سبحانه وتعالى قال لك أرجع يا أخي. قال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. منو ذل؟ قال الذين ينفقون المرق قروشهم، لأنه مرقة القروش دلالة على صدق القلب. قلبك ده أحيانا ما ينضف إلا تمرق القروش، لأنه في ناس الكلمة من الخشم ممكن يطلعوها، واحد ممكن يدعو لك بالجنة لكن 10 جنيه ما بطلعها في سبيل الله، 10 جنيه ما بطلعها كله كله. القروش دي وقت تمرقها تدل على صدق إيمانك لما تطلع لوجه الله عز وجل. ربنا قال خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، بتنظف قلبك لما تمرق في سبيل الله. لكن ما تمشي ترصها هناك، القروش مرصوصة وعندك عقارات وأراضي في البحر وأراضي بيجاي، وانت بتخليها بيجاي كلها استمتعوا بها الناس من وراك، ممكن يشاكلوا فيها، ممكن يخشوا النار بسببها. طلعها يا أخي. قال الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة، ده الشاهد هنا، إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله، ذكر الله يا أخي ارجع، ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. كده يا أخواننا نكون وقفنا مع الجملتين الأوليين من الحديث، غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. تبقى عندنا الجملة الأخيرة، اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على نبينا محمد. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، في آخر الحديث قال عليه الصلاة والسلام عن ربه جل وعلا قال يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا. لاحظ جبريل في الجملتين الأوليين ذكر لنا غفران الذنوب بالتوبة، يعني ذول يتوب من الذنب، لأنه الذنب ده ممكن يكون كفر عديل، ممكن يكون سب لله أو سب للرسول أو إهانة للمصحف أو قتل المؤمنين، ذنب كبير ده، التوبة ذول يتوب. الجملة الأخيرة دي ذكر لنا مغفرة للذنوب، دي ما فيها توبة ذاته لكن فيها شر، ما فيها توبة، الله بيغفر كده بغير توبة لكن بشر واحد. قال يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، الشرط شنو؟ ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، بس شرك ما في، يعني ذنوبك اللي جات في سجل سيئاتك اللي كتب عليك الملك القاعد في اليسار ده، الذنوب دي كلها فيها ممكن اي شيء، بس شرك ما في، اللي هو الشرك او الكفر او ما يعادله من الشرك او الكفر ما في، لكن ذنوب وخطايا ثانيه الله قال لك بغفر لك. عشان كده يا اخواننا من الحديث ده تعمل حسابك
من حاجة اسمها شرك. وفي ناس طبعا بيظنوا انه الكلام ده يعني الإساءة للصالحين ولمكانتهم. طوال الزول بتخيل كده، مما تقول له أوعى من الشرك بالله، يظن أن هذا يتضمن الإساءة للصالحين الذين يعبدون. أبدا ده ما في إساءة، لأنه ده مفتاح الجنة. الجنة دي عندها مفتاح، مفتاح شنو؟ توحيد خالص ما فيه شرك. طيب الشرك زي شنو؟ أن تدعو غير الله ولو كان نبيا ولو كان صالحا. ذو الصالح ما ندعو، ما تدعو. نبي ما ندعو، نبي ما تدعو. وين الدليل؟ قال تبارك وتعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. طيب يا أخواننا، الزول لو قال يا النبي تلحقني وتفزعني، ده مبجوز؟ نعم مبجوز. رسول الله عظيم عليه الصلاة والسلام وسيد الخلق وسيد ولد آدم أجمعين، لكن ما بجوز تحلف به ولا بجوز تدعوه. ليه؟ قال عليه الصلاة والسلام، ده رسولنا نفسه قال لابن عباس، قال إذا سألت فاسأل الله. ده إحنا مفترض نعلم لأولادنا منهم صغار عشان ما يقعوا في الذنب العظيم الشرك بالله عز وجل. ما تدعو ولو كان صالح، لأن الناس اللي عندهم ناس صالحين سموهم براهم، سيبنا منهم صالحين ولا ما صالحين، ده شيء يخصهم. في ناس كتار منهم صالحين ومنهم واحد ما صالحين، لكن القضية وين؟ القضية إنه بيدعوهم لو كانوا صالحين ولا ما صالحين، ما بيستدعوهم. ربنا سبحانه وتعالى قال: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له. أول حاجة ما بيستجيب. الواحد يقول لك يا شيخ المدفون بي جاي، ما بجوز وما بيسمعك ذاته. ربنا قال: إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. ربنا قال: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. ما بجوز تدعو مع الله أحدا، مش كده بس، ما بجوز تعتقد إنه غير الله ممكن يعلم الغيب. زي الليلة الناس اللي بتروح لهم حاجة، راح له ذهب ولا موبايل ولا قروش، طوال يمشي يا شيخ يقول له راح لي كده، دايرك تجيبه لي راجع. يجيبه كيف ويجيبه من وين؟ وهل هو بيعلم الغيب؟ النبي عليه الصلاة والسلام سيد الخلق، كما روى الواحد في أسباب النزول، جاء أعرابي بيسأل في الرسول عليه الصلاة والسلام، عشان ما دام يتسأل لك دجال ولا فكي ولا شيخ تظن إنه بجيب الرائحة، ما تغش نفسك أصلا، ما تغش نفسك. بيسأل في النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا محمد أخبرني متى ينزل المطر. مطر بتنزل بتين؟ قال له ده ليه محمد صلى الله عليه وسلم سيد الخلق جميعا. النبي عليه الصلاة والسلام قال له: غيب ولا يعلم الغيب إلا الله. ده الرسول صلى الله عليه وسلم. أصل عندنا ناس هنا في البلد دي مش بيقول لك المطر بتجيب تين، بيقول لك أنا بنزله ذاته، أنا بنزله. ينزل الشيخ كذاب، ما بتنزله، لأنه المطر دي ما عندك. ربنا يقول: أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن من السحاب يعني أم نحن المنزلون. نزل الله، ما بينزل زول. فالأعرابي سأل النبي صلى الله عليه وسلم سؤال نمرة اثنين، قال: يا محمد أخبرني، قال: إن امرأتي حبلى، يعني امرأتي حامل، فأخبرني متى تلد. قال النبي عليه الصلاة والسلام: غيب ولا يعلم الغيب إلا الله. سأل النبي صلى الله عليه وسلم السؤال الثالث، قال: قد علمت متى ولدت،
أنا ولدوني بتين عارف يوم كده شهري كده، فأخبرني متى أموت. قال النبي عليه الصلاة والسلام: غيب ولا يعلم الغيب إلا الله. ما في كلام ثاني. ما تجي تقول لي والله شيخنا ده شيخ كبير وشيخ عظيم وولي صالح بيجيب الرايحة ويعلم الغيب ويدي الجنة، كذاب، ما يعمل ولا حاجة، ما يعمل ولا شيء، لأنه الأمر ده كله لله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما جاوب له الأسئلة الثلاثة دي تلا الآية: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. ده حق الله سبحانه وتعالى. شفت أنت يومك شلت شي من خصائص الله، أديته لمخلوق، شيخ ولا ولي ولا ما شيخ، صالح ولا ما صالح ذاته، أديته شي من خصائص الله كده، أشركت بالله تبارك وتعالى. ويفوتك الفضل بتاع الحديث: لو أتيتني بقراب الأرض خطايا. نحن يا أخوانا عندنا ذنوب كثيرة، شي بنعلمه وشي ما بنعلمه، شي بنظهره وشي بنخفيه. أنت خاف على ذنوبك، عشان تحمي نفسك من هذه الذنوب احذر الشرك بالله جل وعلا. الشرك الليلة عندنا بقى في البلد دي هنا أكثر من الأكل والشراب ذاته. الشرك في البلد دي، افتح القنوات في الإذاعات في الشارع، بس امشي بالزلط ده، محل ما تمشي تلقى ضريح مبني ومشيد، والأضرحة دي بنوها وشيدوها، وفي ناس بيعبدوها، يدعو أصحابه ويتبركوا بهم ويسألهم ويعتقدوا فيهم من دون الله عز وجل. ده شرك أكبر، مخرج من ملة الإسلام تماما. عشان كده أعمل حسابك تلقى الأجر العظيم. لو أتيتني بغراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا. النتيجة شنو؟ قال: أتيتك بغرابها مغفرة ورحمة، وربنا غفور غفار رحيم رحمن يرحم عباده. عشان كده يا إخواننا خلاصة الكلام: أن تلقى الله عز وجل يوم القيامة لا تشرك به شيئا. ابن مسعود رضي الله عنه قال: النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله يشرك به شيئا دخل الجنة، يشرك به شيئا دخل النار. ده الحديث. ابن مسعود قال: وقلت أنا: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. وسماها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر بالموجبتين. فنسأل الله تبارك وتعالى العلي الكبير أن يتوفانا على التوحيد وأن يبعثنا عليه يوم القيامة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اهدنا فيمن هديت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت. اللهم قنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم لا تفرغنا إلا بذنب مغفور وعيب مستور وتجارة لن تبور. كلنا في جميع الأمور. اللهم اخرجنا من الظلمات إلى النور. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم فرج همنا واكشف غمنا واقضي ديننا. اللهم واخزل عدونا، اللهم اخزل عدونا يا ذا الجلال والإكرام يا علي يا كبير. وقوموا إلى الصلاة يرحمكم الله. وصية القحطاني: بالله قولوا كلما أنشدتم رحم الإله صداك يا قحطاني.